أوضح العقيد قاسم سعد الدين عضو المجلس العسكري للجيش الحر والناطق باسمه تعليقا على إقالة اللواء سليم إدريس من منصبه كرئيس أركان لما يسمى بالجيش الحر أن هذا القرار اتخذه المجلس بالإجماع وهو متصل بحادثة اقتحام الجبهة الإسلامية لمقر ومخزن هيئة أركان الجيش الحر واستيلائها على أسلحته منذ قرابة 3 أشهر وأشار سعد الدين إلى ما اعتبره هفوات في القيادة والتي أرجع جزءا منها لتعدد الأنجادات الخارجية وكشف سعد الدين أنه تم تعيين العميد عبد الإله البشير خلفا لإدريس مشيدا بخبرته العسكرية الواسعة.